اكثر نظام كذاب في الكره الارضيه والنظام في ايران. المقدس والخرافه ليس لم يسقط فقط في العراق، سقط في ايران. ماكو سلطه روحيه موجوده في ايران تستطيع ان تهدئ الشعب الايراني الجائع والثائر. وبنفس الوقت مره اخرى اعتب انا على اخواننا العرب اللي يعتبروا انه ايران هي عدوهم الاول، ان ما يحصل شيء في ايران مهم للشعب الايراني يبقون نفس الموقف وكانما يخشون من ايران. ولذلك التحول القادم استاذ نجم، وانا يمكن نبلغك قبل سنه انه ايران سوف تنهار قبل العراق. صحيح حتى البعض اعتبرها هاي مظاهرات، لا هذه فيها تحول مهم. الان مدن بدات تسقط، اخرها كرمانشاه سقطت، والثوار بدأوا الحقيقة يتعاملوا يعني بقوة مع الوضع في إيران، وبدأوا يحتلوا معسكرات وبدأوا يعني لذلك هذا الاختلال في إيران سوف ينعكس بشكل مباشر على الوضع العراقي. زين طيب خلينا هنا من كلمة الاختزال التي أنت تقول بها، هذه عبارة يعني قلتها معك قبل سنة أنه إيران ستسقط قبل العراق، وأنت تعول على هذه الأحداث بأنها قد تسقط إيران كما أنت تعتقد. إذا لماذا السيناريو الدولي الآن أو اللعبة يختزل في إيران؟ لماذا لم يتم التعامل مع الأحداث كباكج واحد ومن ضمنها العراق؟ العراق سينتظر الأحداث وما ستقول عنه في إيران، أم سيتم التعامل معه على أنه ملف خطير يجب أن يقوى، يجب أن يثبت، يجب أن يستقر، يجب أن تتشكل حكومة؟ هذه المنطقة رخوة بالتفكير أستاذ أحمد. لا، هي أي حكومة تتشكل من نفس القوى؟ أنا أقول هاي الحكومة خل تبقى أفضل. هم يجوك سراق جدد وحرامية جدد وحاشية جدا أستاذ نجم، وأنا أتحدث معك بكل صراحة، فخلي هاي الحكومة آخر ست أشهر كل واحد طلع لفد مليار دولار، الله كريم يرجعن إن شاء الله كلهن ما يروحن. فلا تحدثني عن تشكيل حكومة، عن تغيير وجوه هنا وهناك، لكن يبدوها نفس المعادلة. إحنا هنا أنا من أتحدث أنا على الوضع الإيراني، إحنا مو ننتظر إيران تنهار، إحنا ما نتمنى إلا السلامة للشعوب، ولكن هذا النظام احتل العراق عزيز من خلال ما يعرف بالبروكسي الأذرع. وإحنا في الجبهة العراقية الوطنية شخصنا ذلك بدقة وقلنا يجب أن يظهر بديلاً وطنياً حقيقياً وانتهازياً أو انتخابياً، أو يريد يكون بديلاً حكومياً. هذا البديل الوطني ممكن أن يملأ هذا الفراغ إذا العراقيين الشرفاء الوطنيين الذين يتغنون بحب العراق ويقولون نحن ندافع العراق افتهموا ما معنى هذه المظلة، ليست اللي أنا أدعو لها ولكن المظلة الوطنية الجامعة. إذا قدر الشعب العراقي بكل قدراته وطاقاته أن يوجد هذا المناخ، أنا أقول لك هذا الفراغ ما راح يكون والاهتزاز ما راح يكون كبير. لذلك التحول ضد إيران مرسوم. الخطة من 4 إلى 6 سنوات ابتدأت عام 2018 ضد إيران، هاي صار لها 4 سنوات. وأنا أتذكر قبل سنة قلت لك إيران إذا انطلقت الفوضى فيها سوف تستمر سنتين. هذا ايش راح ينعكس؟ أولا الروس الآن حايرين بقضية أوكرانيا، فسألهم وإلهم بعدين راح تبين من نافشير التاسع، يلا تبين قضية أوكرانيا وين رايحة. وبالتالي الروس كانوا هم الداعم الأساسي لإيران، تعرف جنابك، وهم حليفهم وهم اللي واقفين معهم في فيينا. تراجع الدور الروسي فيينا أنهى مفهوم فيينا. الإيرانيين كانوا يعتقدوا أنه بكسب الوقت والمخادعة والضغط بالعراق وباليمن وبلبنان يضغطون على المجتمع الدولي، تعرف كيف؟ وماكرون في فرنسا كان يؤيد هذا المسار الإيراني. الآن كشف ماكرون، يعني كشف شنو وضعه هو، لذلك سياساته كلها راح تفشل. زين الداعم الثاني لا حدد لك انا وين الداعم. اوروبا ممثله بالمانيا ايضا كانت ها ماكو ما بين السطور تلعب، جاءت ازمه اوكرانيا كبسوهم الامريكان. خل اقول لك اياها، قضيه الغاز وقضيه يعني ارتفاع اسعار السلع الغذائيه. الان حجم العالم، اكو قطبين الان، قطب امريكي واضح ها، وأكو قطب روسي حمام، ما أقدر أقول صيني لأن الروس والصين أكو خلافات، لكن أكو قطب روسي يراد تهذيبه. هذا على حساب شنو أستاذ نجم؟ على حساب توجيع الجيوبوليتكس بالمنطقة وبالعالم، توزيع النفوذ بالعالم. جزء من هذا النفوذ هو العراق. كيف يتم ترتيب معادلة العراق؟ الحقيقة إيران أن تنسحب إلى الخلف لإسقاط نظامها وتغييره، أو الضغط عليها وتحجيمها الحقيقة. روسيا تقبل بهذا؟ تقبل الروس إذا أخذوا القرن وأخذوا اللاذقية. ماذا تأخذ إيران؟ إيران تأخذ فقط اللوم والأسى كنظام.